إنتاج مادة الحليب ليس بالمعقد، لكنه يتطلب شروط نظافة صارمة ودقيقة تفرض على جميع الأطراف المشتركين في سلسلة الإنتاج، بداية من الفلاح ووصولا إلى المنتج. الفلاح يلزم يكون داخل في برنامج دعم الحليب، يلزم يكون يتبع في القاطع تاعو كل 6 شهور يدير عملية الديبيستاج، ياخذوا العينات من الدم، يلزم يكون الإسطبل تاعو مهيئ لاستقبال القاطع تاع الأبقار، يلزم يحافظ لنا على المنتوج لما ينحيه مجمع، لازم يكون معتمد من عند المصالح الفلاحية، يكون عنده وسيلة نقل مهيئة لنقل المنتوج، سيتيرن إيزوتيرم تكون معتمدة. وحفاظا على سلامة المستهلك وسمعة هذه الملبنة الخاصة بولاية برج بوعريج، تخضع كمية الحليب التي تم جمعها لاختبارات فيزيائية وكيميائية قبل بدء مرحلة الإنتاج. لاسيديتي تكون 16-17-18، لولي تاعنا هذا لقينا في لاسيديتي تاعو 16، ابخي نفوتو لا دونسيتي، لي نورم تاع لا دونسيتي يكونو 1028-1030، هذا لولي تاعنا راهو في 1029، كاين اوسي لو تيست اتي بي بوغ تيستي اسكو لولي تاعنا فيه لانتيبيوتيك او نو. بعد ذلك يتم الشروع في عملية الإنتاج التي تمر عبر عدة مراحل. أول حاجة نقوم ببصارة الحليب في الباسوريزاتور، اللي هي عملية بصارة في درجة حرارة 90 درجة لمدة 20 حتى 30 ثانية، وبعد ذلك يبرد الحليب لدرجة 5 درجات، بعدها يروح لاكيف تاع ستوكاج، لاكيف دو ستوكاج، اللي منها نبداو الكونديسيونمون تاعنا. وحفاظا على النظافة التي تعتبر أهم عامل بالإضافة إلى الجودة في عملية الإنتاج، تخضع المعدات من جديد لعملية التنظيف. بعد عملية الإنتاج نفوتوا لمرحلة النيتواياج. النيتواياج يكون فيها لاسود، الأن أواش، ويكون فيها لاسيد، باش نحيوا البقايا تاع السم تاع الحليب اللي جاز في الباستوريزاتور تاعنا. رغم وفرة المنتوج في المحلات، إلا أن الحكومة تعول على توفير كل التسهيلات والدعم للنهوض بشعبة إنتاج الحليب الذي يبقى أحد أكثر المواد طلباً في الأسواق الجزائرية.